الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز عناوين اليوم. الاستشارات النيابية تبدأ عسرا، وتسمية السلام كرئيس مكلف أصبحت محسومة. بري يعلن بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير تسمية النائب تمام سلام لرئاسة حكومة وفاقية وطنية. الوزير شاربل يرفع للحكومة مشروع مرسوم يمدد باب الترشيحات حتى 16 من نيسان، ويحدد موعد الانتخابات في 16 من حزيران المقبل. قتال الشوارع عنوان الاشتباكات المباشرة في سوريا، والمعارضة تحيي جمعات لاجئون، والشرف والكرامة عنواننا. كوريا الشمالية تنصب صاروخا ثانيا متوسط المدى على ساحلها الشرقي. عصر اليوم، ينطلق قطار الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدة لتسمية رئيس جديد للحكومة، وقد بات شبه مؤكد أن النائب تمام سلام صاحب الحظ الأوفر بعدما سمته قوى 14 من آذار مرشحها الرسمي ليلة أمس، إضافة إلى النائب وليد جملاط وكتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. أما تكتل التغيير والإصلاح فلم تتضح توجهاته بعد، بانتظار الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده في الرابي بعد نحو ساعة من الآن. في الأثناء، ماجد، رفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى الحكومة مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد باب الترشيحات حتى 14 من نيسان، ويحدد موعد الانتخابات في 16 من حزيران المقبل. وبعيدا عن لبنان وهمومه الحكومية، أعلنت كوريا الشمالية على لسان وكالة الأنباء الرسمية نصب صاروخ ثان متوسط المدى على ساحلها الشرقي بعد صاروخ أول نصب أمس رافعة منسوب التوتر مع واشنطن. البداية شانتال من أجواء القصر الجمهوري قبيل بدء الاستشارات النيابية، وتنضم إلينا من هناك الزميلة منى صليبة. إذن منى، الساعة 4 مبدئيا ينطلق قطار الاستشارات، ماذا في التفاصيل على جدول أعمال هذه الاستشارات اليوم؟ بطبيعة الحال كما بات واضح ومعلوم كما أسلفت في مقدمة النشرة، الأصوات كلها حسب ما أعلن من خارج قصر بعبدة، يعني ليس كل الأصوات ولكن الأصوات التي تحدثت، الكتل التي أعلن عن موقفها كلها ستسمي النائب تمام سلام لتولي رئاسة أو تشكيل الحكومة العتيدة. وهذا الأمر أيضا يعني طرح بعض التساؤلات، لماذا الإعلان عن الاسم بمؤتمرات صحفية وقبل القدوم أو الوصول إلى قصر بعبدة والإعلان من هنا بعد اللقاء رئيس الجمهورية؟ بطبيعة الحال رئيس الجمهورية يعني عند الساعة 4 يلتقي بداية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد لقائه والرئيس نبيه بري يلتقي العماد ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح منفردا وليس على رأس التكتل، وبعد العماد ميشيل عون رئيس حكومة السابق فؤاد السنيورة، وبعد الرئيس فؤاد السنيورة اسم الرئيس سعد الحريري بطبيعة الحال هو خارج البلد، وبعد الرئيس نجيب ميقاتي، وبعده العماد ميشيل عون، بعده الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس سعد الحريري، ومن ثم نائب رئيس مجلس النواب الحليف فريد مكاري، ومن ثم تكر سبحة الكتل. الكتلة الأولى هي كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري، وكان أعلن قبل الظهر اليوم في مؤتمر صحفي دعمه أو ترشيحه للنائب تمام سلام لتشكيل حكومة وحدة وطنية ميثاقية، وبعد كتلة التنمية والتحرير كتلة المستقبل يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة، وبعد كتلة المستقبل كتلة التيار الوطني الحر، وبعدها الوفاء للمقاومة، وبعدها جبهة النضال الوطني واللقاء الديمقراطي. ويعني كنا نعلم ماجد بأن جبهة النضال الوطني كانت كتلة بحد ذاتها واللقاء الديمقراطي كتلة بحد ذاتها، ولكن على الأوراق الرسمية هنا في قصر بعبدة كتب كتلة جبهة النضال الوطني واللقاء الديمقراطي، ربما يأتي النواب من الكتلتين في كتلة واحدة أو في وفد واحد. إذن ويوم غد تستأنف عند الساعة 9 صباحا الاستشارات، ويعني عند 9 ويكون ويختتم اليوم أو تختتم الاستشارات بكتلة ميشيل المر، وهي مؤلفة من النائب ميشيل المر والنائب نايلة التويني عند 7 مساء. أما تستهل يوم غد عند 9 صباحا، ويعني يكون دور باقي الكتل النيابية. على أي حال عند لقاء رئيس الجمهورية مع كل كتلة تخرج الكتلة وتعلن عن الشخص أو الاسم الذي ستوكله مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. ماجد، لنا عودة إليك منى طيرة بعد الظهر لتغطية هذه الاستشارات، شكرا جزيلا لك.
كتلة التنمية والتحرير التي اجتمعت في عين التين سمت النائب تمام سلام لتأليف الحكومة الجديدة. وتنضم إلينا من عين التين الزميلة جويس عائقي. جويس يعطيك العافية، ما أجواء عين التين وهل من معلومات عن اتجاهات الثامن من أذار؟ هل ستسمي أيضا النائب تمام سلام؟ نعم شانتال، يعني كما قلت كتلة التنمية والتحرير سمت النائب تمام سلام لرئاسة حكومة وفاقية وطنية كما قال الرئيس نبيه بري، وقال إن الفرصة هذه الفرصة هي فرصة طيبة لجمع اللبنانيين وهي فرصة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة، على الكل يعمل مع الكل من أجل خلاص الوطن. وأيضا بحسب ما قال الرئيس بري وتحديدا في كلامي هذا الذي سأتلوه بعد قليل، هناك إشارة إلى التنسيق التام بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، بحيث قال الأكثرية السابقة تصعد هذا السلم الوسطي مع جنبلاط علنا نصل إلى سقف الوطن. بالعودة إلى سؤالك شانتال بموضوع قوة الثامن من أذار، بحسب معلومات الام تي في قوة الثامن من أذار متجهة كلها إلى تسمية الرئيس النائب إذا تمام سلام ليصبح رئيس الحكومة المقبل. ودائما بحسب المعلومات، علما أن العماد عون يعني كان حتى اللحظات الأخيرة من مساء أمس يصر على أن تكون للنائب تمام سلام زيارة إلى الرابية أو اتصال به، ولكن ذللت هذه العقبات ليل أمس، بحيث كان هناك اجتماع هنا في دارة الرئيس بري في عين التينة وذللت هذه العقبات. أيضا بحسب المعلومات شانتال سيسمي تكتل التغيير والإصلاح إذن النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، ومن المرجح ألا يشارك رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد عون في الاستشارات النيابية. هذا بحسب المعلومات، من المرجح ألا يشارك هو شخصيا إذن في هذه الاستشارات، سيشارك نوابه ولكن ليس هو، وذلك بسبب تردي العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان. إذن هو بحسب المعلومات من المرجح ألا يزور قصر بعبدة اليوم، ولكن نوابه سيسمون النائب سلام لرئاسة الحكومة المقبلة. إذن هذه هي الأجواء هنا شانتال. نستمع الآن إلى أبرز ما قاله الرئيس نبيه بري. كتلة التنمية والتحرير قررت هذا اليوم أن تسمي لرئاسة حكومة وفاقية وطنية الأستاذ تمام سلام، مؤكدة على هذه الفرصة الطيبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين، كل اللبنانيين. إنها صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة، على الكل يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان. إن الأكثرية السابقة تصعد هذا السلم الوسطي مع الأستاذ وليد جنبلاط، علنا جميعا نصل إلى سقف الوطن. شكر نائب تمام سلام في تغريدة له عبر تويتر متابعيه على مشاعرهم، ودعا إلى انتظار نتائج الاستشارات النيابية. وكان سلام أعلن في دردشة مع الإعلاميين أنه منفتح ليسمع من الجميع وأنه ليس منغلقا على أحد، لافتا إلى أن المهمة الأبرز ستكون تحقيق الاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات بموجب قانون توافقي. وعن شكل الحكومة المقبلة قال: نترك الكلام في هذا الموضوع لما بعد التكليف. رفع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يمدد باب الترشيحات حتى 16 من نيسان، ويحدد موعد الانتخابات في 16 من حزيران المقبل. في حي السلم أقفل أهالي مخطوفي أعزاز المحال التي يشغلها سوريون، وعمدوا إلى لصق منشور على أبواب المحال التي عمد شاغلوها من السوريين إلى إقفالها لمجرد معرفتهم بخطوة الأهالي. جاء فيه: بقرار من أهالي المخطوفين في أعزاز أقفلت هذه المحال إلى حين عودة زوار الإمام الرضا. وللمزيد نحن في اتصال مع مراسلنا حسين خريس. إذن حسين، ما هي المعلومات المتوافرة لديك حول هذه الخطوة التي ذكرنا؟
نعم، هذه الخطوة يعني بطبيعة الحال جاءت مفاجئة. عند 10 صباحا توجه أهالي المخطوفين 9 في أعزاز التابعين لحملة الإمام الصدر في مدينة العباس إلى سوق حي السلم الرئيس، وأجبروا أصحاب المحال التجارية من الرعايا السوريين على إقفال مصالحهم ومؤسساتهم الربحية في خطوة مفاجئة وهي الأولى من نوعها داخل أحياء الضاحية الجنوبية. وقد سوغ الأهالي نشاطهم ضد السوريين بأنه لا يمكن أن يكون السوريون الذين نفذ بعض من أبناء جنسيتهم عملية خطف 9 لبنانيين أن يكونوا على مقربة من بيوت أهالي المخطوفين، لأن ذلك يعتبر استفزازا، خصوصا وأن لبنان أصبح يحوي أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري، ومنهم من لديه صلات قربة مع من قام بعملية الخطف، ومنهم من هم من القرى نفسها. أهالي حملة الصدر أكدوا أنهم لن يستمعوا أو لن يسمعوا من المسؤولين اللبنانيين مجددا أي دعوات بالتروي أو بالتمهل لسلوك السبل الدبلوماسية والسلمية الهادفة إلى تحريك ملف المخطوفين. إعلان وجه أيضا من الأهالي في اتجاه المعنيين في حزب الله وحركة أمل بأنهم لن يستمعوا إليهم مجددا أي نصيحة فحواها طول البال. وهدد الأهالي بخطوات تصعيدية مقبلة ستطال المعامل والمصانع الكبيرة التي تستخدم السوريين كيد عاملة لديها، ونصح الأهالي أصحاب هذه المصالح أن تصرف الرعاية السوريين لأن الأهالي سيقومون بذلك بالقوة، قائلين فليستخدموا اليد العاملة اللبنانية لأن ذلك أفضل. وفي سؤال عما إذا كانت الخطوة ستفسر بعنصرية تجاه السوريين، كانت الإجابة بأن أصحاب المحال السوريين يبيعون السلع بأقل من سعرها حتى النصف، وهم الذين ضربوا معظم مصالح اللبنانيين في حي السلم بسبب سياسات المضاربة التي يتبعونها منذ زمن في سوق حي السلم، حتى بات السوق يعرف بسوق الحميدية على حد التعبير الأهالي، هذا التعبير الساخر طبعا بحسب ما يقول الأهالي. الأهالي أعلنوا أيضا عن خطوات غير سلمية وتصعيدية ضد المصالح التركية الموجودة في لبنان ستتخذ قريبا جدا، ولن يكون هناك أي واسطة من قبل أي مسؤول تحول دون تنفيذ ضرب المؤسسات التركية والاقتصاد التركي في لبنان، باعتبار أن تركيا راعية لعملية الخطف وحامية لخاطفي اللبنانيين. هذا هو الموقف من أهالي المخطوفين في حملة الإمام الصدر في مدينة العباس حي السلم الضاحية الجنوبية. شكرا للزميل حسين خريس. ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الجناح العسكري لحركة حماس يدرب مقاتلي الجيش السوري الحر في المناطق الخاضعة لسيطرته شرق العاصمة دمشق. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية إلى أن عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس تشارك الآن في القتال إلى جانب مقاتلي المعارضة. ولفتت الصحيفة إلى أن مستشاري حركة حماس يستخدمون خبراتهم في بناء الأنفاق في قطاع غزة لتهريب الأسلحة والبضائع عبر قنوات تحت الأرض لتمهيد هجوم على وسط دمشق. وللمزيد عن الميدانيات السورية والاتصالات الدولية ومصير الأزمة ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح. أستاذ هيثم أهلا وسهلا بك. يعني أبدأ بداية بالميدانيات وتحديدا بما ذكرته الزميلة شانتال حول نقلا عن صحيفة التايمز حول تدريب حركة حماس لمقاتلي الجيش السوري الحر، ماذا تقولون؟ أنا أعتقد أن يعني هذه الكلام القصد منه الإيقاع ما بين حماس والمحيط العربي والحكومات الداعمة لها أو الأجهزة التي تدعم حماس. الشعب السوري كله كما تعلمون مدرب على السلاح بحكم انخراطه في الجندية الإجبارية، فلا يحتاج السوريون حقيقة إلى تدريب على السلاح لأنهم مدربون. والآن ما هو موجود على الأرض على الشارع السوري أكثر من 150,000 مسلح، بالتالي هذه مسألة تصوري يعني بعيد عن المنطق بعيد عن الواقع. الثورة السورية مضى عليها سنتين الآن، لا يمد أحد يده إليها، وبالتالي كل هذه أقاويل لا ليس لها أساس من الصحة. نعم أستاذ هيثم، يعني دمشق اليوم هي تحت الضوء أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأزمة، هل من مؤشرات لتطورات كبيرة يحكى عنها في المستقبل القريب؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني الحسم العسكري بات وشيكا جدا، ثم ترون يعني
كيف تقع المواقع التابعة لسلطة المجرم بشار الأسد، كيف تقع الواحدة تلو الإخوة أخرى بيد المسلحين بيد الجيش الحر. الآن تقريبا محافظة درعا تقريبا منتهية ولا يوجد فيها سوى عدد قليل من الجيش النظام أو جيش الأسد. بقية دمشق نفسها ليس فيها إلا مواقع صغيرة تعود إلى النظام والباقي بيد الجيش الحر. تم استهداف مبنى الأركان أكثر من مرة، الإذاعة والتلفزيون في ساحة المويين، مركز المخابرات العامة، القصر الجمهوري. يعني هذا دليل واضح على ضعف يعني جيش النظام أو الجيش الأسدي، وهو يترنح هو ورئيس العصابة بشار الأسد، والكل إن شاء الله في القريب عاجل إلى السقوط. بالحديث عن الرئيس الأسد، ما هو تعليقك على آخر تصريح للرئيس الأسد فيما يتعلق بالجامعة العربية؟ يعني أمر طبيعي، ماذا ننتظر من هؤلاء المجرمين؟ يعني هم يتهمون كل من هو ليس معهم بأنه عميل وكاذب ومخادع وإرهابي وإلى آخره. يعني أنا لوحقت على مدى 50 سنة في داخل سوريا لم يكن لديهم أي شيء ضدي سوى أنهم يخافون من الكلمة. يعني هذه عصابة حاكمة ليس لديها يعني حد أدنى من الأخلاق، ولا تحترم القانون، ولا تحترم الدين، لا تحترم أي شيء، وبالتالي ممكن أن تقول أي شيء، ممكن أن تفعل شيء. النظام الذي يدمر بلده، يعني الآن أكثر من 60% من سوريا مدمر بين البنى التحتية والبنى الفوقية. لدينا أكثر من 1.5 مليون سوري لاجئين خارج سوريا، لدينا 3 ملايين سوري مهجرين ضمن بلادهم. ماذا ننتظر يعني هذا النظام؟ شكرا لعضو الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح. بعد الإعلان، صندوق النقد لعنة على مصر. ولأن الوقفة مع الاقتصاد، على أن نعود بعدها إلى الأخبار مع الزميلة جيسي تراتكستون. مرحبا جيسي. هاي شانتال، يعطيك العافية جيسي. الله يعافيك. شو حاملتي لنا اليوم؟ اليوم بدنا نحكي شوي عن القطاع المصرفي اللبناني، وهل سيتأثر إيجابا أم سلبا بتداعيات أزمة قبرص والتوقعات بانتقال أموال من المصارف القبرصية نحو المصارف اللبنانية. وطبعا جولتنا العالمية المعتادة عنا اليوم وقفة مطولة حول وضع الاقتصاد المصري بظل انطلاق مجددا مفاوضات صندوق النقد الدولي. تفضلي. نبدأ محليا. شكلت الأزمة القبرصية والاتفاق الأوروبي لحلها صدمة للأسواق العالمية، ففرض اقتطاعات بتوصل ل 60% على الودائع كانت سابقة أثارت المخاوف من إمكانية تكرار هالسيناريو ببلدان أخرى. وبلبنان المجاور لقبرص، ورغم عدم تأثر المصارف اللبنانية والمودعين لديها بها الإجراءات، إلا أن التساؤلات كترت. فهل رح يستفيد لبنان من خروج الودائع من قبرص؟ وهل كبر حجم القطاع المصرفي حاليا بلبنان واللي بيشكل 3 أضعاف الناتج المحلي مشكلة؟ أسئلة رح نطرحها على رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس والرئيس السابق لجمعية المصارف دكتور فرانسوا باسيل. دكتور باسيل، منرحب فيك ببيروت اليوم. الله يخليكي. هل لاحظتوا، نحن بنعرف أنه تم فرض حظر على التحويلات المصرفية من قبرص إلى العالم، حظر بيمتد على مدى 2 شهر، ولكن هل تحسست البنوك اللبنانية أموال قادمة من قبرص؟ طبعا لا، لأن الحظر صار ما عم بيجي أموال من قبرص، ولكن اللبنانيين هن أخذوا إجراءات احترازية قبل ما صار في الحظر. المودعين يعني في قسم كبير من المودعين اللبنانية بقبرص حولوا حساباتهم للبنان، يعني والضرر قليل بالنسبة للبنوك اللبنانية اللي عندها تواجد بقبرص، اللي كان الفروع واللي كان الشركات القبرصية يلي بيملكها البنوك بقين اللبنانيين.
نعم. اليوم في توقعات بأنه بعد رفع الحظر وبظل المخاوف القائمة من فرض ضرائب أعلى على الودائع المصرفية غير طبعا الاتفاق الأوروبي، في كلام كتير بيدور على أنه في أموال رح تخرج من قبرص بعد رفع الحظر وتتوجه إلى البلدان المجاورة. هل لبنان رح يكون مركز لتلقي بعض من هالأموال النظامية تحديدا واللي بتعود لغير اللبنانيين؟ إذا يعني يمكن يكون من اللبنانيين اللي كان عندهم ودائع وما قدروا حولوها قبل ما صار في الحظر، أكيد هودي بدهم يحولوا الأموال على حساباتهم بلبنان، ولكن إنه يجي ودائع غير لبنانية أنا بشك إنه يجي على لبنان. لماذا؟ بالظرف اللي عم تمر فيه البلد. نعم. من عدم استقرار أمني، من مشاحنات سياسية، من عدم استقرار سياسي. نحن بنتمنى أنه يجي ودايع جديدة على لبنان، ودايع نظيفة من أشخاص مرموقين، ولكن نتمنى أكثر أنه يجي استثمارات على لبنان في لما بيصير في استقرار بالأمن. هل في مخاوف من كبر حجم القطاع المصرفي اللبناني؟ مخاوف؟ لا، ما في مخاوف من كبر حجمه. نعم. اكيد لا. نعم دكتور فرانسوا باسي، ولكن نعم. لبنان اليوم ما بيقدر بقى يستوعب كثير اموال، لان نحن المصارف منا بقى بامكانيه انه نقوم بتوظيفات مع القطاع الخاص. نعم. وما بدنا نكبر توظيفاتنا مع القطاع العام بسبب الوضع اللي عم تمر فيه البلد بعدم إجراء أي إصلاحات داخلية. نعم دكتور فرانسوا باسيل رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس، شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات. أعلن المركز السوري أنه رح يتخذ خطوات لدعم العملة الأسبوع المقبل بعد هبوط الليرة بنحو 25% مقابل الدولار الشهر الماضي، وبعد تراجع مستمر من سنتين دفع بسعر الصرف للتراجع من 47 ليرة لكل دولار إلى 126 ليرة مقابل الدولار. وأشار أنه رح يتم بيع النقد الأجنبي للمصارف ومؤسسات الصرافة بما يضمن استقرار قيمة الليرة عند مستويات وصفة بالمقبولة، وإذا سمح البنك المركزي للليرة بالهبوط فذلك رح يرفع التضخم ببلد ارتفعت فيه بالفعل أسعار الغذاء والوقود بنسب كبيرة، حيث يقدر ارتفاع معدل التضخم بسوريا إلى مستوى 40%. بنبقى عربيا، وبين مطرقة الحصول أو عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي تترنح مصر بين الحل الموجع أو خيار مواجهة انهيار مالي. تقرير يلقي الضوء. مرة جديدة بتعود الحكومة المصرية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ب 4.8 مليار دولار بتحتاج له كشهادة من المؤسسة المالية الدولية لاستعادة ثقة المستثمرين والمانحين للحصول على مزيد من الدعم المادي. والاتفاق على القرض ممكن يفتح الباب أمام قروض ومعونات بتتجاوز ال 12 مليار دولار، ولكنه مشروط بإصلاحات اقتصادية قاسية كتخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية وتخفيض قيمة العملة لضمان تسديد قيمة القرض. وخلال الأشهر الخمسة الماضية اللي شهدت مفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق ارتفعت أسعار السلع الأساسية، هو ما قلل من القوة الشرائية للمواطنين بشكل مؤلم بسبب زيادة الحكومة للتعريفات الجمركية وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، كما رفع الدعم تدريجيا عن المشتقات البترولية. ورفعت أيضا الحكومة قبل 3 أيام سعر قارورة الغاز اللي يستخدم بالمنازل والمطاعم من 73 سنت إلى دولار و15 سنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المأكولات، كما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل كبير. وبيعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد بوارداته الرئيسية المتمثلة بقطاع السياحة والاستثمار الأجنبي بعد ثورة 25 يناير، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 13 مليار فقط بغضون عامين، بوقت بيتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع ما دفع بمؤسسات التصنيف الائتماني لتخفيض تصنيف مصر. وبظل ضيق الخيارات وتردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية، هل يصبح الاتفاق مع الصندوق لعنة على المواطن المصري بظل استمرار زيادة الأسعار والتضخم والبطالة؟
تستعد قطر لتصير المالكة الكاملة لرمز فرنسي آخر وهو متاجر برينتان الكبرى بعد شراء حصة دويتش بانك اللي بتبلغ 70% وحصة مجموعة بارلتي الإيطالية وهي 30% بصفقة بتوصل ل 1.6 مليار يورو. وبتمتلك برينتان 16 متجر بفرنسا ووصل رقم أعمالها بال 2011 إلى 1.450 مليار يورو. وبتمثل هالصفقة خطوة جديدة باستراتيجية قطر الاستثمارية بفرنسا اللي بتستقبل 11% من استثمارات الإمارة بالخارج. وكان الصندوق السيادي القطري اشترى نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم بوقت بتبلغ قيمة مساهمة قطر بالشركات الفرنسية الكبرى أكثر من 6 مليار يورو بعد احتساب حصة 3% بشركة توتال و7% بمجموعة فانسي و12% بلاغاردير و5% بشركة فيولا و1% بمجموعة LVMH للمقتنيات الفاخرة و3% بمجموعة فيفندي. كما وبتملك قطر فنادق فخمة بفرنسا أبرزها مارتينيز ولو بالي دو لا ميديتيراني وفندق اللوفر وفندق كونكورد لافايت بالعاصمة باريس. أظهرت تقديرات شركة سامسونج أن الأرباح التشغيلية بأول 3 أشهر من هالسنة ارتفعت 53% ل 7.7 مليار دولار مدعومة بمبيعات الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة. وتوقعت الشركة تسجيل مستوى أرباح مرتفع جديد بالربع الحالي كونها بتستعد لطرح الهاتف الذكي جالاكسي S4 بالأسواق هالشهر. وسامسونج اللي تقدر قيمتها بنحو 220 مليار دولار باعت بين 68 و70 مليون هاتف ذكي بالربع الأول من هالسنة بعد ما باعت 63 مليون بآخر 3 أشهر من العام الماضي. أخيرا قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اقتطاع 5% من راتبه لصالح الخزينة الفيدرالية بخطوة رمزية للدلالة على تضامنه مع الموظفين اللي طالتهم الاقتطاعات الأخيرة بالموازنة. وأوباما اللي بيبلغ راتبه الصافي المحدد قانونا ب 400 ألف دولار سنويا رح يوقع كل شهر تشيك لصالح الخزينة بتعادل قيمته 5% من راتبه الشهري. وبسبب فشل الجمهوريين والديمقراطيين بالكونغرس بالتوصل لاتفاق حول الميزانية تم اقتطاع مبلغ 85 مليار دولار من موازنة السنة الحالية اللي بتنتهي ب 30 أيلول. ننتقل إلى جولة الأسواق واليوم المفاجأة الكبرى رح تكون من بيروت. الأسهم ببيروت ارتفعت بقوة مثل ما عم نشوف وخاصة أسهم سوليداريا اللي عادت لتسجل مستويات فوق ال 13 دولار. ويبدو ويرد ذلك على الأرجح للاتفاق أو القرب الاتفاق حول رئيس للحكومة جديد. إلى الأسهم الخليجية، الأسهم الخليجية مغلقة اليوم طبعا العطلة نهاية الأسبوع، ولكن هالأسهم كانت استفادت بآخر الأسبوع من عودة الارتفاع بعد ما عانت من ضعف المعنويات العالمية. إلى آسيا والأسهم اليابانية عم تسجل أعلى مستوياتها بخمس سنوات بعد ارتفاع أسعار السندات الحكومية بشدة على أثر إعلان البنك المركزي الياباني خطوات استثنائية لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد بالعالم. بأوروبا رح نلاحظ بعض الضعف والأسهم عند أدنى مستوى بأسبوع اليوم بعد بيانات ضعيفة أثارت المخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي. وطبعا بيانات الوظائف اللي بتصدر اليوم قد تكون مخيبة للأمال، ومن المتوقع أنه يظهر تقرير الوظائف أنه الاقتصاد الأمريكي أضاف 200 ألف وظيفة الشهر الماضي، ولكن سلسلة من البيانات الضعيفة أيضا من بين طلبات إعانة البطالة اللي صدرت مبارح أثارت وزادت الشكوك بشأن أداء سوق العمل بالولايات المتحدة. إلى الذهب يلي عم يتراجع لليوم الرابع على التوالي وعم يبقى قريب من أدنى مستوياته من أيار بوقت بيترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية مثل ما ذكرنا للحصول على مؤشرات جديدة بشأن قوة أكبر اقتصاد بالعالم. وطبعا الأونصة عم بتسجل مستويات 1554 دولار، بوقت برنت الأوروبي عم بيعاود التراجع وعم يوصل لمستويات عند حدود 105 دولار للبرميل دون 106 دولار للبرميل، كون طبعا ضعف نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة بالعالم والأزمة المالية الأوروبية المستمرة عم بتشكل عامل ضغط على أسعار العقود الآجلة للنفط. ننتقل إلى أسعار العملات، واليوم اليورو عم يسجل بعض التراجعات الطفيفة عن شبه الاستقرار مقابل الدولار وهو عن مستويات 1.2920 تحديدا بهاللحظات. نهاية جولتنا الاقتصادية، منتابع معكم ما تبقى من الأخبار السياسية. شكرا جسي.
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن استمرار إسرائيل في إطلاق تهديداتها بعمل عسكري ضد لبنان بالإضافة إلى الخروقات الجوية اليومية هو خرق فاضح للقرار 1701 برسم المجتمع الدولي، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى قرائن وإثباتات وأن الاعتداء والخرق للقرار الدولي لم يكن مرة إلا من الجانب الإسرائيلي. ودعا الرئيس سليمان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اتباع سياسة التهديد والعدوان ضد لبنان والتجاوب مع المبادرات الدولية والعربية للسلام في الشرق الأوسط. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات على اجتياح الجنوب اللبناني وقطاع غزة ونصب بطارية صواريخ لمنظومة القبة الحديدية في إيلات تحسبا لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل من سيناء. ووفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية فإن هذه التصريحات جاءت بعد حديث وزير الدفاع الإسرائيلي موشي علون التي ألمح فيها إلى أن إسرائيل سترد على الصواريخ من قطاع غزة بعنف كبير وأن اجتياح لبنان لضرب حزب الله هو مسألة حتمية. فسخت محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزيف سماحة قرار قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي منع المحاكمة عن عمر أحمد الأسير بالنسبة إلى الجناح المسندة إليها. دهمت قوة من الجيش منزل أحمد الجبي في بعلبك قرب مستشفى تطري وصادرت 6 بنادق أميرية عائدة للجيش اللبناني كانت سرقت من أحد مخازنه. في طرابلس قطع أهالي باب التبين طريق شارع سوريا احتجاجا على عدم دفع التعويضات جراء الحوادث الأخيرة من قبل الهيئة العليا للإغاثة. في التقرير الخاص من هي عشيرة آل جعفر؟ لماذا يندرج اسمها في معظم العمليات الأمنية في البقاع؟ وكيف يتوزع أبناؤها جغرافيا؟ وما حقيقة علاقتها بالجيش اللبناني وبالحدود مع سوريا؟ حسين خريس والتفاصيل. اسم عائلة جعفر ليس طارئا على قاموس العشائر اللبنانية، بل هو بحسب التاريخ الحديث يعود إلى معركة أكروم التي اندلعت بين ثوار لبنانيين وسوريين في مواجهة الانتداب الفرنسي. وذاع صيت زين جعفر الذي أعطي لقب سلطان في بلدة القصر القريبة من وادي فيسان حيث حصلت معركة دامية بين الثوار والجيش الفرنسي. ومن أكروم انتشرت لهون على وادي فيسان وصارت المعركة الإخرانية هون بفيسيا. السلطان زين جعفر هو اللي بنى الثورة هون بالمنطقة، ومن هيدك التاريخ بعدنا عنا عادي العشائر عشير جعفر انه بندافع بس عن ارضنا وعن ارضنا اللي بيعتدي علينا، ما عنا شيء اكثر من هيك. احدى حفيدات السلطان زين منزعجه من قراءه التاريخ لانها وجدته غير منصف في تصنيف جدها متمرده، فيما الاحفاد قلقون من كتابه تاريخ جديد لا يعطيهم حقهم. من ناحيه اخرى حكمت الجغرافيا ان تكون القصر محاذيه للاراضي السوريه وبعضها متداخل مع اراضي محافظه حمص. الأراضي مشتركة وما بنعرف الحدود، نحن ما بنعرف شيء على الحدود، هاي سوريا هاي لبنان، نحن ما بنعرف عنها شيء. بنوعة أن خلقانين بالأرض وأهلنا مدفونين ضمن الأراضي السورية. وفي الشراونة شرق بعلبك حيث يذكر التاريخ انطلاق الإمام موسى الصدر من منزل الشيخ صبحي جعفر نقطة البداية للحراك السياسي، هذه البلدة تشهد اليوم انتشارا كثيفا للجيش اللبناني بعد سلسلة عمليات دهم للمنطقة، إلا أن العشيرة تجزم أن لا خلاف مع المؤسسة العسكرية وأن الأحداث التي تحصل أحيانا هي في خانة العمل الفردي الذي لا يحظى بغطاء العشيرة. وعلما ان احنا وقت اللي بتيجي الدوله بمداهمه ما حدا بيوقف في وجهها، بتحيد الناس. واكبر مثل امبارح الحمله الامنيه ضربت كف مسار. هذا جيش لبناني وهيدي اراضي الجمهوريه اللبنانيه، بيتواجد وين ما كان، مثل ما بيتواجد بالضاحيه بده يتواجد بمعراب وبالرابيه وبعرسيل وبقريتم وبيت الوسط، وين ما بدك بده يتواجد الجيش اللبناني. ارتبط اسم الطفار إذن بعشيرة جعفر في تلك الحقبة منذ غنيمة أجدادهم سيفا وبندقية من الأتراك والفرنسيين، وبوجودهم في المناطق الجبلية الممتدة من الهرمل في البقاع الشمالي وصولا إلى الضنية. أما مفهوم الطفر اليوم فمتعلق بمن يخرج على القانون، وهو ليس محميا من العشيرة التي لم يسجل أي تقرير أمني تورطها على المستوى العشائري مع أي مؤسسة رسمية عسكرية. أطلق في فندق الموفامبيك بحضور السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري
حفلة توأمة طلاب سعوديين متفوقين مع نظرائهم الطلبة السوريين اللاجئين في لبنان. عسيري أكد أن الأشقاء السوريين ليسوا وحدهم، وأن النوايا الحسنة والمشاعر الأخوية والأيادي البيضاء تسهم إسهاما كبيرا في الصمود واجتياز الصعاب، متمنيا للطلاب السوريين وأبناء سوريا غدا أفضل وبلادا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار. بعد الإعلان، كوريا الشمالية على روسيا إخلاء سفارتها. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة، تذكير بالعناوين. الاستشارات النيابية تبدأ عصرا، وتسمية السلام كرئيس مكلف أصبحت محسومة. بري يعلن بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير تسمية النائب تمام سلام لرئاسة حكومة وفاقية وطنية. الوزير شربل يرفع للحكومة مشروع مرسوم يمدد باب الترشيحات حتى 16 من نيسان، ويحدد موعد الانتخابات في 16 من حزيران المقبل. قتال الشوارع عنوان الاشتباكات المباشرة في سوريا، والمعارضة تحيي جمعات لاجئون، والشرف والكرامة عنواننا. كوريا الشمالية تنصب صاروخا ثانيا متوسط المدى على ساحلها الشرقي. والآن إلى الرياضة مع نجيب. أهلا نجيب. هاي ماجد. مرحبا نجيب. كيفكم؟ معنا من جديد على البلاتو الظهر. ايه شو الله. حملنا أخبار؟ عنا عدد كبير من الأخبار اللي علاقة بكرة القدم، باسكت بول ومتفرقات. تفضل. إذن البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم، وتحديدا ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة الأوروبا ليج، حيث فاز امبارح تشيلسي الإنجليزي على ضيفه روبن كازان الروسي بنتيجة 3-1، لا يصبح البلوز بحاجة لأي تعادل أو لأي خسارة بفرق هدف بمباراة العودة بروسيا لتأهل للنصف النهائي. والمدرب فريق تشيلسي رافائيل بنيتاز إنه فريقه استحق هالنتيجة عن جدارة، فهو كان الأفضل بأغلب فترات المباراة. كما أشاد المدرب المجهود الكبير يلي أظهر امبارح الإسباني فرناندو توريس صاحب الهدفين بالمباراة، وقال إنه اللاعب يتمتع بثقة عالية جدا وهو بحالة جسدية ممتازة. أخيرا بنيتاز حذر لاعبينه بأنه المهمة ما انتهت، وأكد بأن مباراة الإياب المقررة بموسكو يوم الخميس المقبل ما رح بتكون سهلة أبدا. إشارة إلى أنه بأبرز النتائج الباقية اللي سجلت أيضا امبارح، ربح بنفيكا على نيوكاسل 3-1، فنربخشة التركي على لاتسيو والإيطالي 2-0، وأتعادل توتنهام الإنجليزي وبال السويسري 2-2 بلندن. أيضا بكرة القدم بيطلع فريق بايرن ميونخ متصدر البوندسليغا لمباراة بكرة أمام أينتراخت فرانكفورت بالمرحلة 28 من الدوري، ففي حال فاز البايرن بالمواجهة بيحسم رسميا لقب البطولة. واللاعب وسط البايرن خافي مارتينيز أنه فريقه رح يدخل المباراة بثقة عالية جدا، بالأخص بعد الفوز المهم اللي حققه على ضيفه يوفنتوس بدوري الأبطال، وبعد الانتصار الساحق على هامبورغ 9-2 بالمرحلة السابقة من الدوري. وأضاف مارتينيز أنه بيفتخر كون فريقه عم بينافس لحسم اللقب قبل 6 مراحل على نهاية البطولة، وهذا إنجاز ما تحقق من وقت انطلاق البوندسليغا من 50 سنة. أما لاعب الوسط السويسري شاكيري فقال أنه المهمة ما رح تكون سهلة على النادي البافاري خارج أرضه، خاصة أنه فرانكفورت عم بيقدم مستوى عالي بالفترة الأخيرة، لكن فريقه رح يقدم أفضل ما عنده لحسم اللقب بأسرع وقت ممكن. إشارة أنه في حال خسر البايرن بكرة وما فاز بروسيا دورتموند بمواجهة أمام أوكسبورغ، فالفريق البافاري يتوج أيضا باللقب. منتابع أخبارنا ورح نكون هلأ مع NBA ومع أقوى المواجهات اللي كانت عم تصير بالساعات الماضية. بالطبع كل الأنظار صارت متجهة نوعا ما نحو مرحلة البلاي أوف، ولكن اليوم عن عملية تثبيت مواقع بالمنطقتين الشرقية والغربية. هون عم نشوف مباراة كبيرة كانت عم تصير بدنفر بين دنفر ناجتس ودالاس مافريكس، مباراة دفاعية بامتياز. وهون أحد ضحايا هذا الدفاع القاسي جدا هو النجم الإيطالي دانييلو كاليناري بفريق دنفر يلي ربح المباراة ولكن خسر لعبه الكبير، وبالتالي أمله بلعب دور مهم بمرحلة البلاي أوف بلشت
تتضاءل. ربح المباراة بنتيجة 95-94 وبعضه مؤكد مركزه الثالث بالمنطقة الغربية لهلأ بالمركز الأول. عم نشوف سان أنطونيو ولكن أوكلاهوما امبارح قدر يتغلب عليه بنتيجة 188 وبالتالي صار الفرق قريب جدا بين الاثنين. أما بالمنطقة الشرقية فكان عندنا مباراة كبيرة بين شيكاغو وبروكلين اللي ممكن يلتقوا بالدور الأول من البلاي أوف. شيكاغو بيربح بفارق نقطتين. أما بختام أخبارنا فرح يكون مع آخر النتائج اللي تم تسجيلها ببطولة XXL بالفوليبول بالمرحلة ما قبل الأخيرة من الإياب. المباريات انتهت، كان عندنا سقوط جديد للبوشرية أمام دلهون، الأنوار أيضا سقط أمام الزهرة، كسبة بيسقط أمام تنورين اللي هو الفريق الأفضل حاليا إذا فينا نقول، وعبلاطي بيتغلب على حبوب بالمواجهة الجبيلية. بكرة رح نكون مع المرحلة الأخيرة من الإياب وبالتالي بنعرف مين رح يلعب مع مين بالفاينل 8 بمرحلة النوك داون بهذه البطولة. هذا كان كل شيء، عودة لكم. شكرا شكرا نجيب. مشعل ينفي تورط حركته في حادثة رفح ويتهم وسائل إعلام وأطراف سياسية مصرية بمحاولة إقحام حماس في السجال المصري الداخلي. من القاهرة تقرير لمراسلنا هشام مهران. بالنفي القاطع أكد خالد مشعل حماس عدم تورط حركته في حادث مقتل 16 جنديا مصريا بمدينة رفح الحدودية مع غزة أغسطس الماضي. مشعل اتهم وسائل إعلام وأطرافا سياسية مصرية بمحاولة إقحام حماس في السجال المصري الداخلي. هل أحد يمكن أن يتخيل أن القيادة المصرية والمخابرات المصرية والجيش المصري يعلمون أو يتهمون حماس أنها قتلت الجنود المصريين ثم يسمحون لحماس أن تعقد مجلس شورى على أرض مصر؟ غير معقول هذا الكلام. كما أشار مشعل إلى ما وصفه بتقدير الرئاسة والمخابرات المصرية لتعاون حماس في قضية حادث رفح، كاشفا عن لقائه مع قيادات عسكرية رغم تقارير تشير لرفض وزير الدفاع المصري مقابلته، فيما تجنب مشعل الحديث علنية عن تدمير الجيش المصري حاليا لعشرات من أنفاق التهريب مع غزة. أن حماس لا تتدخل في الشأن المصري لا من قريب ولا من بعيد، حتى وإن كنا من مدرسة فكرية تلتقي مع أحد القوى الفاعلة في مصر كالإخوان المسلمين. بالمقابل يحمل خبراء عسكريون مصريون حماس مسؤولية الجماعات المتشددة الناشطة في قطاع غزة واحتمالات تورطهم في قتل جنود مصريين وفي أعمال تهريب للسلاح عبر الحدود المشتركة. يجب ألا نصدق كل ما هنالك من إشاعات حول تدمير وإغلاق الأنفاق، إنما السعي متواصل بين مصر وحماس وقيادة الشعب الفلسطيني على فك حصار قطاع غزة. إلى أن تكشف التحقيقات العسكرية هوية الجناة في حادث رفح الإرهابي تبقى المعلومات المؤكدة تلك التي كشف عنها المجلس العسكري السابق، وهي أن الجناة جاءوا من قطاع غزة، كما أنهم تلقوا دعما في شكل قذائف هاون انطلقت للتغطية على عملية هروبهم. هشام مهران، MTV، القاهرة. اعترض سلاح البحرية المصرية سفينة محملة بالأسلحة واعتقل أفراد طاقمها بعدما دخلت المياه الإقليمية المصرية آتية من مرفأ إيلات الإسرائيلي ومتوجهة إلى توغو. وأفاد مسؤولون في أجهزة الأمن المصرية بأن السفينة التي ترفع علما إفريقيا كانت تنقل سلاحا وذخائر لحساب شركة أمنية إفريقية. في المقابل عرضت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي رواية مختلفة تماما بقولها إن السفينة تنقل 40 طنا من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى قطاع غزة أو سوريا. أعلن مدير السجون وإعادة تأهيل التونسية وفاة منصف طرابلسي أحد أشقاء ليلى طرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد إصابته بورم في الدماغ. ومنصف طرابلسي الذي سجن بعيد ثورة 14 كانون الثاني 2011 كان محكوما عليه بتهمة الاحتيال، وهو شقيق ليلى طرابلسي الزوجة الثانية لبن علي، لكنه لم يكن شخصية أساسية في العائلة المتهمة بسرقة أموال عامة. أبلغت كوريا الشمالية روسيا أن عليها أن تفكر بإخلاء سفارتها في بيونغ يانغ. من جهة ثانية نقلت كوريا الشمالية صاروخا ثانيا متوسط المدى إلى ساحلها الشرقي ونصبته على منصة إطلاق صواريخ نقالة، ولم تدلي وزارة الدفاع بأي تعليق على هذه المعلومات الجديدة.
بدأت المفاوضات بين الدول الست الكبرى وإيران حول الملف النووي الإيراني في كازاخستان بهدف إحراز تقدم في المحادثات، وستستمر المفاوضات حتى السبت. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي طالب بأن تعترف الدول الكبرى بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. قتل شرطي وأصيب 3 مدنيين في شرق أفغانستان في انفجار قنبلة ثبتت على ظهر حمار. وانفجرت القنبلة أثناء مرور الحمار بالقرب من موقع للشرطة في إقليم ألينغار المضطرب. وحمل مسؤولون مسلحي طالبان الذين يشنون تمردا مسلحا ضد حكومة كابول مسؤولية الهجوم. بعد الإعلان، جولي تدعم ملالا. إلى الأحوال الجوية مع ألين. مرحبا. مثل ما خبرناكم بنشرتنا السابقة، المنخفض الجوي اللي حول طقسنا إلى غائم وممطر رح ينحسر تدريجيا اليوم. نهارنا ببلش مع أمطار متفرقة بيتحسن تدريجيا بعد الظهر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وهواء قوي. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 20 و21 درجة، على الجبال بين 7 درجات و26، أما بالداخل فبتتراوح بين 14 و15 درجة. رطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى غائم مع هواء قوي وضباب على المرتفعات. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وضيعة لبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من عيدمون 16 درجة بالترام 11 درجة بشعل 11، 21 درجة بجبال القعقور 17 درجة عري 20، عين سحلتا 16، أيتولة 15 درجة، وطقسنا غائم بكافة المناطق رميش والخيام 14 درجة، 14 درجة بخربة أنفار، 15 ببعلبك والختام بالأعمى 15 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم، و30 من جنين يوم الجمعة بتسجل الحرارة 21 درجة بنهار، وطقسنا غائم إلى صافي بيستقر على هالشكل لنهار السبت مع 23 درجة، الحرارة بترتفع الأحد ل 29 درجة، طقسنا بيتحول إلى مشمس وصافي التنين مع 27 درجة. قبل ما نختم نشرتنا، وقفة مع صور وصلت لنا منكم على يوريبورت على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، وصور اليوم من شكة. الصورة الأولى من توني خوري، أما الصورة الثانية فهي من جورج أيوب. نحن ناطرين صوركم من وين ما كنتوا موجودين حتى نعرضها بنشرتنا، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة 8 إلا 8. قبل متابعة النشرة مشاهدينا، سننتقل مباشرة إلى عين التين للاستماع إلى وزير الداخلية مروان شربل بعد لقائه الرئيس بري. ناطر مش مشكلة. ناطر. سنعود بعد قليل شانطال للاستماع إلى معالي الوزير مروان شربل ونتابع الأخبار. قتل 8 أشخاص في شجار وقع في مركز للتوقيف الإداري في إندونيسيا بين لاجئين مسلمين وبوذيين برميين، وامتنعت الشرطة عن توضيح أسباب اندلاع الشجار، لكنه وقع بعد موجة جديدة من أعمال العنف في بورما بين المسلمين والبوذيين، أوقعت 43 قتيلا بين 20 و22 من آذار. قتل ما لا يقل عن 27 شخصا بانهيار مبنى قيد الإنشاء قرب بومباي في غرب الهند. المبنى من 7 طوابق، وتعمل فرق الإغاثة على إزالة الأنقاض بحثا عن ناجين، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك أشخاص آخرون ما زالوا مطمورين. والآن صفحة متفرقات سريعة.
قررت المغامرة البريطانية سيرا أوتن أن تخوض مغامرة جديدة من نوعها من بعد ما فشلت العام الماضي بأنها تكون أول مرأة تعبر لحالها من اليابان لكندا بالمحيط بسبب أضرار بالقارب اللي كانت مستقلته. هالمغامرة ما ترددت بأنها تعيد التجربة مرة جديدة وأنها تعود نشاطها من أجل تحقيق هدفها، وهي أكدت أنه الفشل مش مفروض يوقف حاجز بوجه أحلامها وبتأمل أنه تحقق طموحها هالمرة. بوقت كان عدد من السياح بهولندا عم يتوضعوا بشكل طبيعي تفاجأوا. مجددا إلى تصريح الوزير مروان شرب المعالي الديني. الموضوع الأساسي بالبلد هو قانون الانتخاب، وبقانون الانتخاب خاصة قانون 60، وكلكم عرفتوا أنه أنا طلبت بتأجيل أو بتمديد تاريخ الإجراء الانتخابات مدته أسبوع، لأنه بالمادة 80 بيقولوا أنه بده يكون نهار أحد، كنا عاملينه بنهار 9 صار بنهار 16. طبعا هذا القرار بده توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، هذا اقتراح من وزارة الداخلية، هو تعديل للمرسوم اللي انعمل سابقا. الغاية منه أنه نمدد كمان مهلة التراشيح، يعني صارت مهلة التراشيح مبدئيا بدل ما تنتهي بعشر الشهر هذا مددنا هونيك 7 أيام، وبالقانون بحق لي 7 يعني 14 يوم، وعشرة 24، يعني ل24 الشهر هذا ساعتها بينتهي مهلة الترشيح. طيب معالي الوزير، هل هذا الموضوع هو أيضا لإعطاء فسحة أمل إذا صح التعبير لأنه يتفقوا على قانون جديد؟ صح بعد أسبوع. صح، عملنا هالموضوع هذا ليكون في فسحة أمل أو فسحة أكبر للاتفاق على قانون، أو يجتمع مجلس النواب ويشوفوا ويقرروا بالنسبة لقانون 60 اللي موجود حاليا. بس حضرتك قلت أنه إذا في تعديل وأنه المختلط بده 6 أشهر، يعني بهالحالة شو بكون عمله؟ لا، أنا عبول بتاريخ 6 أشهر من تاريخ صدوره. نعم. إذا صدر عبكرة بدك تحسب 6 أشهر من بكرة. صحيح. طبعا مع الوزير، ولكن الترشيحات قسم كبير منها مرتبط بالتطور السياسي وأيضا تشكيل الحكومة والاستشارات على ذلك، لشو حشرت العالم بمهلة محددة حتى ولو كانت؟ لا، أنا ما حشرت العالم، أنا هيدا الحد الأقصى بالقانون بالنسبة لإلي، يعني عم بروح بالحد الأقصى بالتواريخ اللي نحن عنا إياها، يعني أنا كوزير داخلية مش إن لم ترشح. نعم، فرضا في قسم كبير من المعنيين من الكتل الأساسية لم تترشح. أنا عندي قانون موجود، القانون بعده ساري المفعول، بحق لي روح بالحد الأقصى للتواريخ اللي موجودة فيه، أنا رحت بالحد الأقصى بالتواريخ الموجودة. طلب منك باجتماع الكركي، طلب إنه من بعده بالبيان إنه بركي إنه بنوقف الترشيح، لإيقاف الترشيح على قانون 60. أنا أول شيء قلت صرحت طالع لعيد غبطة البترك، لأنه أنا ما كنت هون نهار العيد، وشفت اجتماع، تفاجأت باجتماع النواب اللي كانوا حاضرين وطلبوا مني هالشيء وقريولي أنه القرار اللي معمول عن لجنة بكركي. أنا جوابي كان أنه أنا بشتغل قانون، أنا غير ملزم بتطبيق ما صدر بوقتها. هلأ بالنهاية القرار مش لوزير الداخلية، القرار بتغيير القانون أو بتعديل القانون أو بتجميد القانون هو لمجلس النواب. وزير الداخلية ما عنده الصلاحيات أبدا أنه يوقف ترشيح أي شخص، خاصة وأنه بالشق القانوني بقانون 60 موجود. القانون هو كناية عن قسمين، قسم أول وقسم تاني. القسم الأول يعني بتقديم الطلبات، القسم الثاني هو إجراء الانتخابات. القسم الأول تقديم الطلبات، أي شخص ضمن الشروط الأربعة اللي منصوص عنا بالمادة 47، أي شخص ضمن هالشروط الأربعة بحق له يقدم ترشيحه، أنا ممنوع لي إني أرفضه. هلا بالشيء الثاني إجراء الانتخابات، في عوائق كثيرة كمان تقدمت بكتاب وقلت أنا إنه مثلا لم تؤلف هيئة الإشراف على الانتخابات، لم يوضع بتصرف وزارة الداخلية أي سلفي، لأنه نحن بحاجة تقريبا لحدود 20 مليون دولار لنقوم بنعمل انتخابات. حتى الآن لم يصدر مرسوم بتعيين لجان الأيد. الأكثر من هيك والأهم من هيك، المرشح حسب المادة 52 أو 57، المرشح
في عنده نوعين من الصرفيات او نوعين من اللي بده يصرفهم اثناء الانتخابات. المبلغ المتحرك المبلغ الثابت هو بحدود ال 150 مليون محدد بالقانون، بس المبلغ المتحرك بده يصدر فيه مرسوم ليقولوا له لكل نائب بالاضافه لل 150 مليون قديش بحق لك انت تصرف. بقى كمان هيدا بده يصدر بمرسوم. هالاشياء هيدي الاربعه انا عملت فيها كتاب وبعثتها لرئيس مجلس الوزراء وقلت له انه هالامور هيدي قابله للطعن في حال اجريت الانتخابات على قانون الستين. كل هالامور هي عم بحاول دور الزوايا لحتى نوصل لنتيجه نهائيه انه قانون الستين بالنهايه يتفقوا على الغائه. هيدا كان احد الاجوبه يلي انا قلتها ببكركي انه دائما بننطر اخر شهرين. انا قدمت قانون مشروع قانون عن النسبيه بمجلس الوزراء وتوافق عليه مجلس الوزراء قبل بسنتين، يعني راح يصير له سنه بمجلس النواب وبعد ما بتينا قانون النسبيه يلي هو اهم قانون موجود. يعني حرام انه قانون النسبيه ما يندرس وما يتاخذ القرار الصائب بالنسبه له. ما نقول لانه انا ما بدي النسبيه او انا ما بدي الاكثري، خلينا نتناقش كلنا مع بعضنا ونطلع بمشروع قانون او بقانون يكون توافقي. اي موضوع بلبنان اذا ما في توافق ما في حل، والدليل انه توافقوا على تكليف وان شاء الله بتصدر قريبا ونقول له دولة الرئيس تمام سلام توافقوا عليه. لك وما احلى التوافق، هالتوافق هيدا بيسهل تكليف بكلف المكلف بتأليف الحكومة بأسرع وقت. يعني التوافق أهم شيء. معالي الوزير طالما ما وصلتوا لهيئة الإشراف ألا يبطل كل شيء عم تعمله؟ ما في هيئة إشراف يعني طبعا مش يبطل يطعن طبعا. معالي هل ستعود وزير داخلية في الحكومة المقبلة لحكومة تمام؟ هذا السؤال ما بينطرح لألي، هذا القرار لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إذن مشاهدينا استمعنا إلى تصريح وزير الداخلية مروان شرب مباشرة من عين التيني. نشرتنا انتهت شانتال، تابعونا مشاهدينا عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر وMTV لبنان على موقع فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. تابعوا مشاهدينا في القسم الثاني حوار يجريه الزميل فادي شهوان مع ضيفه الصحفي علي الأمين. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى الملتقى.